بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، ما حقيقة الجثث الغريبة التي قيل إنها لكائنات فضائية عاشت على الأرض قبل أكثر من 1000 سنة ثم دفنت وتحجرت وأصبحت بهذا الشكل، والذي يدعي أنه حصل عليها أحد الباحثين المعروف بتزييفه للكثير من الحقائق في المكسيك؟ أنا أحببت اليوم أن نتأمل هذه الأشكال والتي أنا شخصيا أعتقد أنها مزيفة، لأن الله عز وجل عندما يخلق مخلوقات، يعني هذا مخلوق أرضي نفس التصميم، الكائنات الفضائية يجب أن تكون من منظومات مختلفة لأنها تعيش على كواكب بعيدة، لها أشكال مختلفة، لها تصميم مختلف، ولكن هذا يبدو كائن أرضي، ولكن نراه أحيانا في أفلام الخيال العلمي، نرى هذه الأشكال في أفلام الخيال العلمي، كائن بثلاثة أصابع مثلا وبكتف مربعة ويعني شكل الوجه مثلث، يعني هو من وحي الخيال العلمي، ولكن دعونا يعني نتأمل طبعا ما قاله هذا هو الباحث موسان كما نرى هنا يقف في البرلمان المكسيكي، وهذه أول نقطة أو علامة استفهام. يعني أنا لدي بحث علمي أعرضه على برلمان، أم هناك مختبرات علمية أيها الأحبة؟ يعني هذا الباحث المكسيكي أقسم يمينا هنا أمام البرلمان المكسيكي أن هذه الكائنات حقيقية وأنه أجرى عليها تحليل ووجد أنها لا تطابق أي كائن أرضي وأنها موجودة في الفضاء، وأنه عثر عليها منذ 2017 ولكنه عرضها بتاريخ 13/9/2023، وهو يزعم أنها جثث لكائنات فضائية غير بشرية. طبعا وكالة ناسا طلبت من هذا الباحث أن يقدم هذه الجثث لمدة 10 دقائق فقط مباشرة، يعني الصورة الشعاعية يمكن أن توضح لك حقيقة الأمر، ولكنه رفض طبعا. فواضح أن هذا زخم إعلامي ربما تشترك فيه الماسونية العالمية بهدف إخافة البشر، لديهم أهداف لا نعلم، بهدف إشغال عقولهم بأشياء تافهة. أنتم تعلمون أيها الأحبة أن عصرنا هذا الذي يتحكم فيه الإعلام العالمي، وبالتالي يعني يقول هذا الباحث موسان، يقول تم العثور على هذه الجثث في منطقة البيرو أو بيرو في عام 2017 وهو قدر عمرها ب1000 عام. طبعا أحبتي في الله، نحن أمرنا الله عز وجل وأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نبني إيماننا على لغة العلم، أن نبني عقيدتنا على الحقائق العلمية. صحيح أن الله عز وجل أكد وجود كائنات في الفضاء الخارجي، ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما، يعني في السماوات والأرض، من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. يعني أنا شخصيا أتصور أنه سيأتي يوم ونجتمع مع هذه الكائنات الفضائية، هذا يقيني، لأن الله سبحانه وتعالى قال وهو على جمعهم إذا، كلمة إذا في اللغة تستخدم
للتأكيد، يعني مثلا إذا جاء نصر الله والفتح يؤكد أنه جاء، إذا وقعت الواقعة ستقع، إذا السماء انشقت سوف تنشق، وإذا البحار فجرت، وإذا البحار سجرت، وإذا إلى آخره. بينما كلمة إن تتوب إلى الله، إن تفعل كذا يحدث كذا، هذه إن شرطية قد تحدث وقد لا تحدث. فالله عز وجل في هذه الآية الكريمة ماذا قال؟ قال: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا. إذا انتبه معي، لم يقل إن، لو قال إن لقلنا احتمال يعني، ولكن ما أنه قال إذا، إذن هناك لقاء مع، والله أعلم طبعا، مع مخلوقات فضائية، ولكن قد يكون بعد مئات السنين، قد يكون اليوم هذا قريب، لا ندري يعني. وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. إذن أحبتي في الله، وجود الكائنات الفضائية هذا الأمر إذا ثبت علميا، لا سيما أن وكالة ناسا أصدرت تقرير مؤخرا تحدثنا عنه، وأمريكا أيضا أصدرت مجموعة من التقارير تؤكد وجود أضواء غامضة تم التقاط صور لها، وتؤكد وجود أجسام متحركة بسرعة تظهر أمام شاشات الرادار ثم تختفي، صورها الجيش الأمريكي طبعا. كل هذه المسائل تدعونا يعني أن نعتقد، وبخاصة أنه لدينا آية قرآنية واضحة، أنا كإنسان مؤمن أعتقد أن هناك كائنات غير البشر تعيش في الكواكب البعيدة، ربما في مجرات بعيدة، وربما يكون هناك حضارات أذكى من حضارتنا وأكثر تطورا، الله أعلم، وقد يكون هناك حضارات أكثر تخلفا، أو حضارات بدائية، كائنات بدائية. لذلك نعتقد أنه توجد حياة في الفضاء، وأن اللقاء معها غير مستحيل، مؤكد. وإذا حدث هذا اللقاء بين الكائنات الفضائية وبين البشر، سيظهر إعجاز هذه الآية في تلك اللحظة، لأن القرآن كما قلت أيها الأحبة فيه نبأ من سيأتي بعدنا، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، يعني سوف يرى هؤلاء الملحدون والمعاندون والمشككون، سوف يرون حقائق في الكون في الآفاق، ويرون حقائق في أنفسهم، يجدون إشارات علمية لها في القرآن تؤكد لهم أن القرآن هو كلام الله الحق. هذا هو معنى سنريهم، والسين هنا ممتدة إلى يوم القيامة، السين للمستقبل، والمستقبل مفتوح إلى يوم القيامة. إذا ما دام هناك مشكك واحد على الأرض، لابد أن تظهر معجزات في الآفاق وفي الأنفس تؤكد أن القرآن هو كلام الله. ما علاقة القرآن بهذه المعجزات والآيات الإلهية في الطبيعة وفي الكون وفي النفس؟ القرآن فيه آيات تشير إشارات واضحة إلى هذه الاكتشافات العلمية وهذه الحقائق التي نراها من حولنا. إذن خلاصة هذا البحث أيها الأحبة، أن ما رأيناه في الصور، يعني هذه الكائنات، وطبعا من الأشياء الغريبة، يعني نسيت أن أخبركم عنها، أن الكائن هذا كما يزعم يعني أنه صوره بالأشعة السينية، فوجد فيه
بيوض في داخله، يعني يتكاثر بالبيوض، يعني يعني كائن شبيه بالإنسان بثلاثة أصابع، بوجه مثلث، بجسم مستطيل، يعني واضح واضح أيها الأحبة أنها خدعة مزيفة للضحك على عقول البشر. مع إيماننا واعتقادنا بوجود كائنات موجودة في الكون، واللقاء معها قد يكون قريبا قد يكون في المستقبل الله أعلم، ولكن نحن كمؤمنين نعتقد أن الله عز وجل أشار إلى هذه الكائنات وأن اللقاء معها ممكن. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.